بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وصحبه ومن والاه وبعد. أنا زياد عادل عزت، الأول على محافظة القاهرة، مقيم بمدرسة عمر المختار الابتدائية. أنا حافظ 25 جزء من القرآن الكريم، وحاليا باخد دورة في الشاطبية في القراءات السبع. زين إمام السيس، عمري 11 سنة. أنا حفظت القرآن كله الحمد لله. حفظت الشيوخ يد كتير، شيوخ كتير فضلاء يعني. حفظت للشيوخ شيوخ في دار الأرقم، الشيخ إبراهيم محي الدين الحمد لله. حفظت القرآن في قد إيه بقى؟ بدأت عمرك قد إيه بتحفظ القرآن؟ أنا بدأت من عمري 4 سنين. طيب. أبوه اللي كان بيحفظني. اسمي أحمد عبد الحفيظ بدري. في سنة تانية تالت. طيب. حافظ قد ايه القرآن؟ حافظ قد ايه القرآن؟ 8 أجزاء. طيب. ممكن تكلمنا بتحفظ ازاي قد ايه في اليوم؟ يعني بتحفظ قد ايه كمية في اليوم؟ صفحة ونص صفحة؟ صفحة كاملة. بتاخد كل يوم القرآن ولا بتاخد كام حصة في الأسبوع؟ لا أنا يعني كام حصة بتيجي تاخد عند الشيخ مثلا؟ يومين في الأسبوع. مرتين. زيد محمد 6 أجزاء. تاني ابتدائي. طيب أنا بحفظ صفحة واحدة في اليوم. في اليوم؟ لا في اليوم. اسمي عز عماد علي عبد المعبود، في تالتة إعدادي، إدارة الطبقة، إدارة النزهة. حافظة القرآن الكريم كامل. أمي يعني بحفظ، بعد كده هي بتسمع لي وبتحسن. المراجعة ربع، الحفظ صفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي محي الدين ممدوح حسن، في سنة أولى ثانوي، مدرسة الأميرية الثانوية بنين، ساكن في محافظة القاهرة. انا حفظت القران، بدات احفظه وانا في كي جي 1 وخلصت وانا في 5 ابتدائي. انا حاليا براجع، وكنت منتظم مع الشيخ وكان بيحفظني 3 ايام في الاسبوع، وده اسمه الشيخ محمد عامر. ودلوقتي انا بسمع في مسجد اسمه التوحيد عزوز في التعاون، بسمع 4 حصص في الاسبوع في الاجازه وحصتين في الاسبوع في المدارس، بسمع بمعدل جزء في الحصه. وانا براجع، لما باجي اراجع لوحدي براجع بمعدل 2 جزء في اليوم. الرحمن الرحيم، اسمي مصطفى كامل محمد حلاوه، السن في اولى ثانوي، 16 سنه، محافظه القاهره، مدينه العبور. حافظ 20 جزء من القران، واحفظ كل يوم صفحه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي زياد الحسيني، او زياد محمد ابراهيم الحسيني، طالب في ثالثة ثانوي، مدرسة عثمان بن عفان بالرحاب. دخلت مسابقة القرآن كله على مستوى المحافظة، الحمد لله أخدت المركز الثاني. ازاي بقى بتوصل وقتك بين القرآن والمذاكرة؟ القرآن، في ناس فاكرة إن القرآن بيتعارض مع المذاكرة. بالعكس، القرآن هو ممكن يكون الحافز أو الدافع اللي بيخلي أي حد عايز اتقدم في حياته. ده من اكبر حافز خلاني انا شخصيا احاول ان انا اطور، ان احاول ان انا انجح في حياتي. القران كان دايما الشيخ بتاعي يقول لي احسن وقت تقرا فيه قران او تحفظ فيه قران هو ما بين الفجر والشروق. الوقت ده اكبر وقت فيه بركه وبتقسم فيه ارزاق العباد. والوقت ده احسن، يعني ان اثبتت دراسات علميه كتير، يعني مش شرط مسلمين اللي قالوا الكلام ده، ان احسن فتره العقل بيحفظ فيها او العقل بيكون نشيط فيها هي الفتره بتاعت الصبح، لانه بيكون واخد كامل نشاطه ومستريح، فصاحي ان هو خلاص في كامل نشاطه وقوته ان هو يقدر يحفظ اي حاجه، يفهم اي حاجه، يعمل اي حاجه. هو احسن وقت للحفظ، سواء للحفظ او للمذاكره.